دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم لدينا مرة تانية تورينا بقى أخبار الطقس بالتفصيل، نعرف كده درجات الحرارة تفاصيل كتير. صحيح فعلا يا جماعة، دلوقتي جه ميعادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل، وهي العامة للأرصاد الجوية. بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بالليل هيكون في نشاط رياح على بعض المناطق، كمان الطقس بالليل هيكون معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس بتنضم لنا عبر الهاتف الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك يا فندم. حابين نطمن حضرتك عن أخبار الطقس النهاردة. احنا الحمد لله اليوم مستمرين في التحسن في الاحوال الجويه وخاصه فترات الليل، بالاضافه كمان لاجواء صيفيه مستقره على اغلب انحاء الجمهوريه، لان احنا بنتاثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى مع كتل هوائيه قادمه من على البحر المتوسط جنوب غرب اوروبا، كمان امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل على ظهور السحب المنخفضه خاصه فترات الصباح، وده بدوره بيؤدي الى حجب جزء من اشعه الشمس، فبيحد من تاثير اشعه الشمس وبيلطف الاجواء خلال فترات الصباح. بالاضافه كمان ان احنا في فترات المساء والساعات الاولى من الليل وبعد فتره الظهيره بنلاحظ وجود نشاط للرياح سرعته ما بين ال 30 الى ال 40 كيلو متر على الساعه على اغلب مناطق الجمهوريه، نشاط الرياح ده بيساعد في عدم الاحساس بنسب الرطوبه العاليه، فبالتالي بحس باعتدال في الاجواء خلال فترات المساء وخلال فترات الليل. بصفه عامه الاجواء خلال فترات النهار حاره رطبه على اغلب المناطق الشماليه، محافظات السواحل الشماليه، القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، بتظل اجواء شديده الحراره فتره النهار على محافظات شمال وجنوب الصعيد وايضا جنوب سيناء، خاصة كمان ان احنا فترات النهار في استمرار لارتفاع نسب الرطوبة، فنسب الرطوبة بتعلي احساسنا بارتفاع درجات الحرارة، لان اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار 33 درجة مئوية هنحسها، ولو تكن 35-36 درجة مئوية، لان نسب الرطوبة هتزود احساسنا بحوالي من درجتين لثلاث درجات، لكن بصفة عامة درجات الحرارة خلال فترة النهار طبعا اقل من اللي احنا كنا بنسجلها خلال الاسابيع الماضية. بالإضافة كمان وده السؤال اللي الناس يمكن بتسأله الفترة دي، هل فعلا هنفضل مستقرين على انخفاض درجات الحرارة ولا ممكن نتفاجئ بتغير كبير جدا في درجات الحرارة الفترة اللي جاية؟ يعني احنا على مدار هذا الاسبوع ومطلع الاسبوع القادم ان شاء الله مستمرين في التحسن في الاحوال الجويه، احنا خلاص بدانا شهر 9 دايما معروف ب يعني اقتراب فصل الخريف، احنا خلاص بيفطلنا على انتهاء فصل الصيف حوالي 3 أسابيع تقريبا، فتبدا تدريجيا درجات الحراره تتجه نحو الانخفاض، كمان نسب الرطوبه هنبدا نحس بيها اقل من الشهور الماضيه يمكن شهر 8 وشهر 7 كمان، لكن وارد جدا يحصل موجه ارتفاع في درجات الحراره، لان احنا لسه بنقول احنا في فصل الصيف، لكن ان شاء الله مش هتكون بالصوره الكبيره او ارتفاعات كبيره في نسب الرطوبه زي اللي شاهدناها في شهر 8 او شهر 9. تمام، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منال غانم عضو مركز الاعلامي هيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي خلونا نتعرف على درجات الحراره المتوقعه النهارده، هنبداها من القاهره والعظمى 33 والصغرى 24، وكمان معانا العاصمة الإدارية العظمى 34 والصغرى 24، إسكندرية 31-24، العلمين الجديدة 30-23، كفر الشيخ 32-24، مطروح 29-23، السلوم 30-23، سيوة 35-24، دمياط 33-26، إسماعيلية 34-24، السويس 33-24، العريش 30-23، طابة 36-27، كاترين 33-24، شرم الشيخ 39-29، الغردقة 37-29، الفيوم 35-24، بني سويف 36-23، المنيا 36-23، أسيوط 37-23، سوهاج 40-24، قنا 41-27، أسوان 43-29، الوادي الجديد 39-27. وبكده أطمن حضراتكم على حالة الجو النهاردة، وهرجع مرة تانية لأحمد وجمان عشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. مشكورة كريم.